11، وائل بن عمر رقم 6، أيمن مرابط رقم 10، وسفيان من قاد رقم 7، وسفيان البركاني رقم 9. نمر لكتيبة يوسف الساتور، كتيبة نادى طبير الشفاء رقم 1 للحارس الكبير نوفل دردول، رقم 5 أسامة برعون، رقم 8 توفيق الحياني، رقم 6 محمد الريسوني، نصر الدين الخمليشي يحمل رقم 10، وبدر الدين السعيد رقم 11، بلال الدرقاوي رقم 7، وفي الأخير إدريس العباس رقم 12، بالإضافة إلى محمد أنظام رقم 12. هذه هي كتيبة كل من مدرب شباب بئر الشفاء ونهضة بئر الشفاء هشام برون ويوسف الساتور. مباراة ستكون قوية، مباراة ستكون ممتعة، سنحتفل صراحة بهؤلاء الصغار بهؤلاء البراعم، ونتمنى أن تكون مباراة مليئة بالشغف مليئة بالمتعة مليئة بالإثارة، وخاصة نحن على أعتاب عيد الفطر السعيد الذي يقود فريق نهضة بئر الشفاء. نتمنى أن صافرة البداية، بطولة قوية، بطولة شعل نار بلا كبار، ونحن في المباراة النهائية بين فريق شباب بئر الشفاء وفريق النهضة، نهضة بئر الشفاء. فريق شباب بئر الشفاء يحمل الزي والبدلة الزرقاء الملونة بالحمراء، والآخر يحمل نهضة بئر الشفاء الزي الملون بالرمادي باللون عندك الورد. عندك هنا حارس نوفل دردول يلعب كرة جميلة جدا، وصلت إيمان إلى توفيق، توفيق يلعب كرة، تلعب الكرة خطيرة جميلة، أول فرصة لفريق النهضة، النهضة يبحث عن هدف الأول، النهضة يبحث عن هدف الأول، لعله يأتي بالنتيجة، لعله يأتي بفرصة قد تكحل على فريق المجانين، على فريق المراوغين. ما زالت المباراة في بدايتها، كرة مجنونة، كرة مسعورة، كرة لم تتلقح منذ البداية، فكيف ستكون النهاية؟ سرقة جميلة جدا، لكنها لا تمر، عرضية للكابيتان، الكابيتان يمر، خطيرة، يطلب المسلطة، جميلة، وصلت لنصر الدين، نصر الدين يلعب كرة، الخمليشي يقطع على كورتو، يعمل كفراج، يعمل تاكلاج في إيقاع سريع، وهنا تلعب الكرة لفريق الشباب، الشباب يبحثون، الكرة ما زالت هنا، وصلت لأسامة برهون، أسامة يلعب كرة للحارس الكبير نوفل دردول، الحارس الكبير الذي قدمه يتميز بتصديه خرافي جميل جدا صراحة، صراحة أنه قدم مباريات جميلة في هذه البطولة، هنا تسديدة لكن الدفاع، الدفاع يتدخل، ما زالت الكرة مجنونة، ما زالت الكرة مسعورة، ما زالت المباراة مجنونة، وصلت نصر الدين جميلة، يا سلام بالكعب، بالكعب جميلة، ولكن الحارس نوفل دردول ليس مثل هذه الكرات، ليس مثل هذه الكرات يا توفيق يا حياني، ما زالت الكرة هنا إلى هشام، أو هذا أسامة، نعم هو أخ المدرب الكبير هشام برهون، نعم هو أخ المدرب الكبير هشام برهون، والاسم العظيم الكبير الذي قاد وما زال يقود فريق شباب بئر الشفاء في مباراة النهائي، في مباراة الفاينل، تلعب الخطأ الآن، أول خطأ في المباراة، هذا ما أعلن عنه حكم المباراة، رفيق العافية الذي يدير ليس هذا النهائي فقط، ولكن يدير الكثير من النهائيات في مثل هذه البطولات، هنا هجمة مرتدة خطيرة، ثاني مرة أخرى، هدف جميل، هدف رائع، بطريقة غريبة يسرق هذه الكرة ويسجل هدفا جميلا، هدف على مهلك، ترجع سليم الأهلك، أيضا هنا هنا جماهير حاضرة بقوة تتفاعل وتشجع، هنا أبناء وأولياء اللاعبين هؤلاء البراعم حاضرين بقوة من أجل تشجيع أبنائهم، من أجل تشجيع هؤلاء الصغار، أجيال الغد وأبطال الغد، أجيال المستقبل وأبطال المستقبل، هنا في هذه المباراة ما زالت الكرة مجنونة، ما زالت الكرة مسعورة، ووصلت الكابيتان يبني الأشبة مرة أخرى للعام رقم 7، يا سلام يا ضربة 2 نصر الدين الخمليشي، هذا اللاعب الذي لديه يسرى ساحرة لكنه يخفق مثل هذه الكرات، الخطأ الذي باغت، نعم باغت النهضة الذي باغت صراحة شباب بئر الشفاء بهدف جميل جدا، بهدف فوق المرمى، هدف صراحة أقول لك 10 على 10 على هذا الهدف،
نعود للمباراة. هجمي هجمي. ما زلنا مشاهدينا الكرام في هذه المباراة النهائية. هنا الحكم يعلن عن خطأ. رفيق العافية الحكم الكبير الذي يعلن عن خطأ. نعم الذي عاد قاد عدة بطولات ضمن بطولة رمضان الكبرى صراحة. بطولة كبرى كبرى ضمن يا سلام. كذا أن يسجلها كذا أن يفعل نصر الدين الخمليشي هذا الماكر على طريقة أو أيمن المرابط عفوا هذا أيمن المرابط. نعم أيمن المرابط كاد أن يفعلها بطريقة جميلة على طريقة مصطفى حجي أو على طريقة رونالدينيو أو على طريقة إبراهيموفيتش لما سجلها في مرمى الإنجليز. عادت الكرة لك واحدة اثنين لفريق شباب بئر الشفاء. يعرف واحدة اثنين جميلة جدا للكابيتان. واحدة اثنين الثنائيات والمثلثات. ما زالت الكرة وما زالت الكرة مجنونة. هنا يتدخل الدفاع ويبعث الكرة للتماس. أمامي يوسف الساتور المدرب الكبير الذي قاد العديد من المباريات. قاد العديد من الفرق الكبيرة وقاد عدة نهائيات وفاز بعدة نهائيات وضمن بطولات كبرى في هذا الشهر العظيم. مثلت الكرة الآن لفريق شباب بئر الشفاء. تلعب الكرة الآن التماس التماس لفريق نهضة بئر الشفاء. تلعب الكرة التماس هنا لفريق النهضة. يلعب كرة رائعة جدا وصلت لمن لهذا اللاعب الكبير أسامة برهون. برهون يلعب كرة جميلة جدا والكرة فريق شباب بئر الشفاء لكن الحكم يعلن عن التماس يعلن عن التماس يعلن عن التماس. ما زالت الكرة هنا يرجع للخلف. تلعب الكرة ديني الحارس. عادت الحارس لي الكبير. كرة جميلة جدا خطيرة لأيمن. أيمن يمر أيمن يراوغ أيمن يتلاعب أيمن يموه وصلت للكبير لمن هذا اللاعب سفيان منقاط والحارس يتدخل بعد الكرة للركنية. ممتاز صراحة حارس جيد ثبت حارس يقوم بأمور صراحة قد تبهر الجماهير بتصدي خرافي ما كان يفعلها. حذاري من هذه الكرات. ما زالت الكرة ويفعلها يتصدى لكرة ساحرة يتصدى لكرة حتى أنها صعبة لي على بوفون صعبة على بكر صعبة على لافاس صعبة على تيريشتيكل. ما زالت الكرة خطيرة للكابيتان. الكابيتان يتقدم لها بلال 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 والحكم يتقدم الحكم يتقدم ويعلن عن ماذا؟ يعلن عن ضربة مرمى. ضربة مرمى لسليمان. سلك ماجي اللون يلعب كرة كرة لداود الكابيتان. وصلت لي أيمن المرابط. أيمن يفعلها أيمن يمر بين اثنين جميلة جدا يسرع على سفيان سفيان يمر سفيان وخطأ على أسامة. أسامة برول لا تلعب بالنار يا أسامة برول لا تلعب بالنار تحرق سبيعك واللي يشتريك يرجع بيعك. الحارس في الوقت المناسب الحارس في الوقت المناسب يتقدم ويلعب كرة طويلة كاد أن يفعلها كاد أن يسرقها لكن الدفاع موجود. وصلت الكابيتان النهضة أسامة برول يلعب الكرة بسرعة يا أسامة. تلعب الكرة الآن. ما زالت النتيجة لفريق النهضة بهدف عن طريق بلال الترقاوي. يا أيمن أيمن ممكن 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 جميلة جميلة جدا. ما زالت الكرة لأيمن أيمن وصلت الكابيتان. الكابيتان ماذا يفعل ماذا يفعل بها؟ يمر يمرر جميلة لمن؟ لهذا اللاعب سفيان سفيان ممتاز الدفاع. أسامة يتقدم أسامة يبعد الكرة للركنية الركنية من أجل التعادل الركنية من أجل التعديل من أجل العودة في المباراة. عادت مرة أخرى لمن؟ لهذا الكبير زيد يلعب يلعب كرة جميلة زيد يلعب كرة خطيرة جدا لمن سفيان لكن ضاعت أصبحت أشبه مرتدة. تدخل عنيف تدخل عنيف من جانب بقات سفيان قاد هذا الكابيتان اللاعب الكبير الذي قدم مباراة كبيرة صراحة في نصف النهائي وأيضا هذا النهائي الكبير الذي ما زال يقدم وما زال يبتعش في هذه
الأمسية والختامية الجميلة جدا. هذا الملعب الكبير الذي يتسع لي 66 متفرجا جالسين والباقي واقفين. ما زالت الكرة ولكن الحارس يتقدم ويلعب الكرة. واحدة اثنين لأيمن، أيمن لمن؟ أيمن لسفيان. يا إلهي يا سلام، جميلة جدا على طريقة الكبار، على طريقة كاسيميرو أو طريقة الكبير بوسكيتس. تلعب الكرة على أيمن. ما زلنا هنا في هذه المباراة الكبيرة، ما زلنا في الشوط الأول. تلعب الكرة واحدة اثنين، كرة عالية لكن ضاعت منه، أصبحت للكتيبة الرمادية. تلعب الكرة لأيمن، ضاعت. وسام يتقدم، وسام يتخلف في هذا الصراع. تلعب الكرة لمن؟ للاعب الكبير توفيق الحياني، ولكن يتغلب عليه في هذا الصراع. صراع تكتيكي بين كل اللاعبين، بين المدربين. أين يكون لك احتجاج من قبل هشام بارون؟ هشام بارون الذي يحتج على هذا أداء لاعبيه في هذه المباراة الكبيرة. ما زالت المباراة، وما زالت الإثارة، وما زالت المتعة. عادت الكرة ليسما، ضاعت منه. ليس هذا تسديدة جميلة لأيمن. قول هذا الحارس الكبير لديه أخذ رجل أيضا يلعبه وينشط في لاعب فريق آخر، لكن هذا الحارس الكبير الذي قدم مباراة كبيرة، قدم صراحة مباراة كبيرة جدا بالنسبة للنهائي في ربع النهائي في مباراة الدوري الثاني. وما زالت الكرة تسديدة لهذا اللاعب الكبير، هذا اللاعب رقم 8، لاعب كبير جدا، لاعب أيمن بندريس. نعم أعرفه حق المعرفة، هذا اللاعب الكبير صاحب التسديدات الكبيرة، صاحب التسديدات القوية. هنا الركنية تلعب ولكنها سهلة لنوفل درجول. نوفل درجول يلعب كرة لمن؟ إلى أسامة، أسامة إلى توفيق الحياني. واحدة اثنين، التماس، التماس لتوفيق تطواني في مباراة شيقة على ملعب الزياتل في مباراة كبيرة جدا. نعم سجل هدفا جميلا، كان حارسا للمرمى. تلعب الكرة هنا لأيمن بندريس، أيمن يلعب كرة ويغطي على الكرة. يا سلام على الكفراش، كفراش جميل جدا. الركنية هنا، كرة تلعب، يا سلام. أين المتابعة؟ ما زالت الكرة لزيد، زيد ولد النعمية اللاعب الكبير الذي يلعب أيضا هو كذلك، هو الآخر لفريق الوداد. تلعب الكرة لزي وائل، وائل يلعب الكرة للحارس لسليمان الجلولي الحارس الكبير. يلعب الآن إلى وائل، وائل دعت من الكرة، أصبحت لإدريس، إدريس أمام ثلاث لاعبين لا يمر، تلعب على المرمى، غلط التدخل العنيف. تلعب كرة واحدة اثنين إلى أيمن، أيمن يغطي كرته، أيمن يجيب كرته، واحدة اثنين ضاعت من الكرة، أصبحت لما للاعب الكبير توفيق الحياني. تلعب الكرة توفيق هو محمد، هذا اللاعب الكبير جدا أيمن بندريس، أيمن بندريس يتابع المستندة. هذه المباراة الكبيرة يلعب أسامة، أسامة الكبير، أسامة يلعب كرة واحدة اثنين، وصلت لما محمد أنظام، عادت يا أنظام مرة. تلعب الكرة هنا كتيبة هشام بارون المدرب الكبير صراحة، وما زلت أذكر وما زلت أهنئ على هذا الفوز الكبير. لقد فازوا على الفريق الشقيق المغرب التطواني بهدف اللاعب الكبير داوود معيس، بهدف جميل جدا من ضربة جزاء، وفازوا باللقب. نقول هنيهم، يا لها من كرة. شوف الحلوف كيف دار بين الكرة، شوف واحدة اثنين، شوف كيف مر، شوف كيف مر، شوف كيف راوغ، شوف كيف مر. يا سلام على التمريرة، يا سلام على الثنائية الجميلة، والتسديدة لم تكن في محلها، وكاد أن يكون هدف الثاني. كادوا أن يصعبوا المأمورية على هشام بارون المدرب الكبير، كادوا أن يصعب المأمورية على فريق الشباب. ما زالت الكرة من أجل التعادل، الكرة جميلة جدا، وصلت إيمان إلى الحياني، يلعب كرة الآن، واحدة اثنين الحياني، تلعب كرة، يرجع للوراء للكابتن،
الكابيتان يلعب كره للحياني. شوف التيكي تاكا الجميله، شوف التيكي تاكا الرائعه، شوف المثلثات، شوف المربعات. ما زالت الكره مع وسام الكبير، اللاعب صراحه الكبير الذي قدم مباراه جيده حتى الان، يقدم مباراه في المستوى. ما زالت الكره هنا لمن الكابيتان داوود العيس، صح هدف الجميل، يلعب كره، يا سلام، واحد اثنين، يطلب المسنده، عادت لمن؟ لرواي بن عمر يلعب الكره لبن ادريس، بن ادريس واحد اثنين، يا سلام، بداوا يدخلوا في جو المباراه، بداوا يدخلون في جو المباراه، بداوا يزعموا على انهم الافضل. يلعب كره الان الى من؟ النهضة، لكتيبة يوسف الساتور المدرب الكبير الذي قاد ومات يقود. التيكي تاكا من جانب اللاعبين ومن جانب المدربين. تلعب الكرة الآن، يا سلام، يخطفها جميلة جدا. وهاب بن عمر، عادت بن ادريس، بن ادريس للكابتن داوود معيس، معيس يلعب كرة، يطلب المستندة، معه رؤي بن عمر، بن عمر إلى وداوود، شوف المثلثات، يا سلام، تعجب صراحة. فازوا به الألقاب، فازوا بعديد من الألقاب، وفازوا به الكثير من البطولات الرمضانية. وهنا التدخل العنيف، أيمن بن ادريس، اللاعب رقم 8، اللاعب الكبير صراحة الذي يقدم وما زال قدم وما زال يقدم عرضا جميلا جدا في هذه المباراة. تلعب الكرة جميلة لأسامة، اللاعب الجميل ساحب اليسرى الساحرة، يبحث عن المساندة، تلعب التماس، واحد اثنين، والركنة في الكرة بالركنية، كرة في الركنية هنا. أول إنذار لأسامة بن ادريس من كتيبة وتشكيلة فريق الشباب. ليس هناك خطأ، تلعب أشمن مرتدة خطيرة جميلة لبن عمر، بن عمر إلى الحيالي، يا سلام، الحكم يعلن عن خطأ ضد وائل بن عمر، ضد وائل بن عمر، ويتقدم هنا، يرفع الإنذار في وجه اللاعب، نعم، أو محمد الريسوني الذي يحمل رقم 6، نعم، محمد الريسوني ينظر في هذه اللقطات، في هذه اللحظات، وما زلنا في هذه المباراة الشيقة. عادت الكرة الآن، بن ادريس، بن ادريس يرفع عينه، يحكي باس، يا سلام، جميلة، تسديدة قوية، لكن نوفا موجود، لكن درك موجود، الحارس الكبير ما زال صامتا، ما زال العنكبوت صامتا، ما زال العقرب لم يلدغ، ما زال الثعبان لم يلدغ بسمه الآن. يمشي بالكرة الآن عن طريق من؟ عن طريق بن ادريس، بن ادريس إلى من؟ إلى الكبير، إلى زيد بن وائل بن عمر، بن عمر يلعب كرة لكنها في التماس، التماس صراحة، الكرة لم تتوقف منذ البداية، فكيف ستكون النهاية؟ هدف لفريق النهضة مقابل لا شيء لفريق الشباب، وما زالوا يبحثون عن هدف التعادل، ما زالوا يبحثون عن هدف الذي ممكن يعطيهم هشام فرهود في هذه المباراة الكبيرة. هنا الكرة في الركنية، وإلى يلعب كرة جميلة لداوود، وهكذا مشاهدينا الكرام، الحكم الكبير وإذا غادي يجبدوهم اللوري واحد يسلسل نسيبوه هاد دائما إذا رجعنا هما غادي يعاودوا معانا واحد يسلسل نكوبوه نخليك فينا فينا حتى رجعنا نحاولوا نعسوا الكرة وكذا الكرة يعني وانا داخل نكوبوه وانا تالف ما خصنيش لها الكرة شوية ما تعيش في هادي في كل الشهر ستروج ممكن كان معنا 14 إذا مشاهدينا الكرام عدنا إليكم مرة أخرى في هذه المباراة الكبيرة، في هذه المباراة النهائية التي تجمع بين فريق شباب بئر الشفاء وفريق نهضة بئر الشفاء، الديربي القوي الموجود هنا بكل إثارة، بكل شغف، بكل حزمة من الأضواء الساهرة. ما زلنا هنا في هذا الحفل الختامي البهيج ضمن دوري رمضان الكريم المنظم من طرف جمعية شباب بئر الشفاء للرياضة والتنمية من إشراف السيد شبرون والسيد عبد الواحد الصمدي، أيضا السيد محمد، وكذلك يوسف الساتور
هذه المباراة الكبيرة مشاهدينا الكرام. هنا حكم المقابلة رفيق العاقية الذي يتدخل ويعلن عن خطأ ويرفع المنطقة الصفراء في وجه فيار منقات. نعم مشاهدينا الكرام، تلعب الكرة الآن الشوط الثاني. نذكركم بالنتيجة، هدف لفريق نهضة بئر الشفاء التي أتى عن طريق بلال الترقاوي بهدف رائع جدا. كتيبة يوسف الستور ما زالت تبحث عن الهدف الثاني، وكتيبة هشام برهود المدرب الكبير ما زالت تبحث عن الهدف، هدف التعادل والتعديل من أجل العودة في النتيجة. تلعب الكرة الآن في التماس، فريق نهضة بئر الشفاء يلعب بالألوان الرمادية الملونة بالوردي، هو فريق نهضة بئر الشفاء الملون بالأزرق المخطط بالأحمر والأبيض. تلعب الكرة الآن جميلة جدا، أيمن بندريس لا يستسلم، أيمن بندريس تلعب الكرة في التماس، الحكم يعلن عن التماس. تلعب الكرة في الخلف، وصلت لمن؟ لمنقات، ضاعت من الكرة إلى بندريس، بندريس يلعب كرة، يا سلام لمنقات، منقات الأيمن، أيمن، أيمن جميلة لكنها ضاعت، أصبحت تشم مرتدة خطيرة، جميلة جدا، حذري لكنهم لم يستغلوها، لم يستغلونها، أعادت الكرة، جميلة جدا تسديدة. هناك الصخرة الدفاعية، هناك الكبير، هناك أسامة، هناك تودو، هناك فرهون، هناك الكبير موجود يتدخل، وهنا الكابتن يتقدم وخطا موجود، تدخل متهور، دخول متوهر أو متهور على اللاعب أيمن مرابط، أيمن مرابط يتدخل بتدخل عنيف، والبطاقة الصفراء هنا يتلقى هذا اللاعب الكبير، يتلقى هذا اللاعب الكبير، الخطأ موجود هنا. سلامات للاعب الكابتن، من هو البطل؟ من هو الذي سيرفع اللقب؟ من سيرفع الذهب؟ وأي ذهب هذا على هذا الملعب الكبير الذي أصبح وجهة لكل من يعشق المستديرة، لكل من يعشق الساحرة، أمام مراد السقال. نعم مراد السقال اللاعب الكبير والذي يدير أيضا الكثير. تسديدة زاحفة، صعب عليك يا سليمان يا جلولي، صعب عليك يا سليمان، هدف رائع، هدف ثاني، لقد ضاعفوا النتيجة، لقد أتوا بالهدف الثاني، هدف رائع على طريقة الكابتن مرة أخرى، هدف رائع على طريقة بلال الدرقاوي، يسجل هدف ثاني، هدف ثاني، سجل هدفين ودخل التاريخ من باب واسعة، هدف ثاني جميلة جدا. سفيان منقذ انطلق الآن لعله يأتي بإدراك النتيجة، لعلهم يقلصون الفارق، هدف رائع جميلة جدا. وصلت بندريس، بندريس ستشتعل المباراة، سيشتعل الجمهور، سيشعلون الأيتام، المباراة ستصبح مجنونة بعد الآن، ستصبح الكرة مسعورة، هذه في البداية فكيف ستكون النهاية؟ هدف ثاني، هدف ثاني بطريقة زاحفة، بطريقة غريبة وعجيبة، صعبة على أي حارس، صعبة على أي حارس. سليمان جلولي في الشباك، صعب عليه، وهذه الكرة ممكن الثالث، ولكن الكرة بعيدة شيئا، الكرة بعيدة قليلا إلى ضربة المرمى. تلعب بسرعة إلى أمام بمدريس، بمدريس يلعب الكرة إلى أيمن، أيمن يلعب كرة جميلة مطلقة الخطأ، الكرة في الطاجونة جميلة أيمن، لكن سهلة لنوفل، نوفل موجود يحضن كرته بين أحضانه، بين صدره وبين أحضانه. تلعب الكرة الآن، الكرة لم تخرج، ما زالت الكرة للكابتن، الكابتن يلعب الكرة إلى من؟ إلى منقاد، منقاد إلى أيمن، أيمن يلعب واحدة اثنين إلى بندريس، والتسديدة والتسويبة ما زالت خطيرة جميلة. شوف الضغط على حامل الكرة، شوف الضغط من جانب الشباب من أجل تقليص الفارق، ما زال يبحثون الحارس أتى، يا إلهي على هذا الحارس، يتقدم ويمسك الكرة بطريقة غريبة على طريقة الكبار، يقول أنا موجود على طريقة بوفون،
على طريقة تير شتيغن، على طريقة ناباس، على طريقة إيغر كاسياس، والكرة بالتماس هنا، دخلت الكل، يتصدى للكرة مرة أخرى، لأربع كرات حتى الآن، هي صعبة عليه على الحارس، تلعب الكرة ما زالت هنا، خطيرة جميلة جدا، إلى من؟ إلى زيد ولد العمية، تلعب الكرة لكن ضاعت، أصبحت هجمة مرتدة، أصبحت لك داوود، داوود، داوود يلعب كرة، داوود أيمن، خطيرة، خطيرة، أصبحت المباراة على الأرض بين الكبار، بين الأبطال، ليس الفرصة والريال، وإنما النهضة والشباب في مباراة خليفة، في مباراة عجيبة، في مباراة مثيرة، تلعب الكرة الآن، المقابلة بسبسيت، تلعب الكرة هنا، إلى مرقات، مرقات يلعب كرة، يكفيك التسديد، إلى طب مسانتا، إلى داوود يتمكنوا من تسجيل التقليص، يقلصون الفارق، هدف ثاني، هدف ثاني مقابل هدف واحد، 2-1 نعم، هدف أول لفريق الشباب، عادوا في النتيجة، الشباب يعودون في النتيجة ويقلصون الفارق، هدف بطريقة غريبة عن طريق المنقار، هدف رائع، جميل جدا، داوود، 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 ممكن يعادلوا النتيجة، ممكن يعادلوا النتيجة، أصبحت هجمة خطيرة، لكن أصبحت لسليمان، كرة مرفوعة وغريبة، صعبة على على كل اللاعبين على المستوى بالخطا سقوط على ارضيه الملعب سقوط على ارضيه الملعب سقوط في المنطقه سلامات على مهلك ترجع سليم لاهلك ولابائك ولاوليائك وامورك نعم الذين تقدموا في البدايه بهدف على طريقه بلال الدرقاوي وايضا هدف ثاني على عادل النتيجه داوود معيس تلعب الكره الان خطيره جدا لا الكابتن بلال الدرقاوي لكن في الركنيه تلعب الكره الان الى من الى بدر الدين بدر الدين الى بلال الى بلال خطيره صعبه ستدخل عريف من جانبه اللاعب رقم 10 نصر الدين الخليفي نصر الدين الخميس يتدخل بيعود تلعب الكرة ما زالت هنا خطيرة جميلة جدا أصبحت تجربة مرتدة ومطالب بالخطأ سفيان منقط يطلب في الخطأ يتحصل عليها أصبحت المباراة صراحة مجنونة مباراة كأنها نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي في كأس العالم عادت الكرة ما زالت كرة تلعب الكرة خطيرة جميلة جدا ما زالت الكرة التماس مسمى برهوم فرهود تلعب الكرة اليمن إلى الحارس الكبير الكرة في التماس الكرة في التماس إلى بندريس بندريس يلعب كرة خطيرة ممكن لم يتعامل بها بالطريقة الأسماء لم يتعامل بندريس بندريس يسدد التسديدة أسامة برو مرشود أسامة الصخرة الدفاعية على طريقة كنافارا بويول على طريقة مالديني على طريقة تينيستا يا إلهي يا سلام على هذا الخطأ نعم مرتين لمسة يد تلعب الكرة بسرعة تلعب الكرة بسرعة لداوود داوود يلعب الكرة إلى مرقات مرقات إلى مرقات يطلب المستندة يمر أمام اللاعبين يا سلام على هذا الحارس الكبير يتصدى ويرتقي وينتمي ويبعد الكرة للركنية ماذا هنا؟ هنا خطأ هنا إنذار بوجه داوود معيس داوود معيس نعم تلعب الكرة ما زالت هنا بندريس يتفوق بندريس يتفوق ما زالت الكرة هو الذي تعثر على الخطأ هو داوود معيس نعم لاعب كابتن داوود معيس تلعب كرة ما زالت خطيرة جميلة جدا ممكن ممكن يا سلام عليك 10 على 10 انت الكبير يا اسامة انت الكبير يا فرهون انت الكبير يا اسامة انت الافضل والارائع تفاديت الكثير من الضغوطات والحملات الهجومية والفرص الخطيرة وما زالت بندريس بندريس يلعب كرة بندريس يلعب كرة ما زالت هنا اصبحت هجمة مرتدة خطيرة لكن ادريس بندريس موجود بندريس يلعب كرة ايمن ايمن الى من الى الكابتن داوود ما هو داوود خطيرة الله يا سلام يا الهي
يا لها من كرة غريبة ويا لها من كرة عجيبة بطريقة غريبة وعجيبة. عادت الكرة الآن إلى فريق الكبير الذي ما زال يبحث عن التعادل بطريقة غريبة. ضاع الهدف بطريقة غريبة وعجيبة. ضيع زياد داود هدف، هدف التعادل يضيع مازال. لا يستسلمون، لا يستسلمون، إنهم كالريال دائما ما يقلبون الطاولة. هدف في طريقة غريبة، هدف جميل جدا. يا سلام على طريقة الكبار داود العيس، ما زال يبحث ومن شد مشد ومن زرع حصد. عادوا بالنتيجة، عادوا بالنتيجة، وأتى بهدف الثاني. 2-2 أصبحت النتيجة. هذه النتيجة لا نراها إلا في هذه المباراة، لا نراها حتى في بطولة البطولة الاحترافية لكرة القدم. نعم استمتع يا حبيبي، استمتع بهذه المباراة، استمتع بالشغف، استمتع بهؤلاء الصغار. مزيتي من قارب، شوف الكرة، شوف الضغط، أصبحوا لقد تفوق عليهم بالضغوطات، لقد تفوق عليهم بالتكلاش. عادت الكرة الآن، أصبحت تجربة مرتدة، ما فيها شيء، ما فيها خطأ، تلعب الكرة ما زالت هنا. المطالبة لهذا اللاعب محمد الغام، وتدخل الحارس سليمان جنوني يتقدم، سليمان جنوني يتدخل ويخرج على كرة الغام. هدام 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 تمريرة من ذهب، تمريرة من ذهب إلى توفيق الحياني الذي يسجل هدفا ثالثا، يصعب المأمورية على هشام فرعون، على عبد الواحد الصمدي، على كتيبة الفريق أو على فريق شباب بئر الشفاء الذي أصبح يبحث عن الهدف التعادل مرة أخرى. يا لها من مباراة شيقة، 3-2 هذا بفارق واحد، جميل جدا. ما زالت الكرة بالتماس هنا، الحكم الكبير توفيق العافية يعلن عن التماس. نعم في هذه المناسبة نشكر كل الحاضرين، كل الجماهير، جالسة كانت أم واقفة. نعم نشكر كل الأعداء والرؤساء الحاضرين وآبائي وأوليائي أمور اللاعبين الموجودين في هذه المباراة. نقول لهم هنيئا مليئا، لقد فزتم بهؤلاء الصغار، لقد فزتم بهؤلاء الشباب او بهؤلاء الفتيات الصغار. في العارضه خطيره التي تتعامل الى التماس، الى التماس لهذا اللاعب داود العيس. تلعب الكره الان خطيره، ما زالت الكابتن الى ايمن، ايمن ايمن ايمن. المطالبة بركلة الجزاء لكن حتى لم يعلن عن شيء الا عن ركنية وحذاري الى الكرة الثابتة. حذاري من هذه الركنية بطاقة تحسب النتيجة صعبة عليك الحارس. يا لنوفل الدرجون لكن كان كبير يتفوق عليه، يتفوق على كل لاعب. ما زالت الكرة، هذه كرة خطيرة. وائل، وائل الى ايمن، ايمن الى داوود، ايمن يسدد. الله، يا لها من تسديدة، تدخل الدفاع، تدخل الحارس، تدخل الخطير، وهنا سقط على أرضية الملعب. داود بن عيس، داود بن عيس، سلامات مرة أخرى، سلامات لداود. عم مهلك ترجع السليم يا بايد واهلك، على مهلك ترجع. إدريس العباس الذي يسقط على أرضية الملعب، ويوسف الستور مدرب الكبير، مدرب الأداء، يدخل لكي يطمئن على نعم بلودي تسديده. الحارس الكبير وانظر التدخل، اوه انذار هنا، انذار على اللاعب الكبير. نعم انذار في وجهه لاعب ادريس العباس رقم 12. تلعب الكرة، يسلم على التحدي الفرافي من جانبي نفر ترجول، هذا الحارس الكبير الذي كان حارسا في يوم من الايام لهذا الذي قام هذه المباراه رفيق العافيه. نعم وكان لاعب لهذا المدرب، وتلعب كره خطيره جميله وما زالت تسديده، لكن التسديده لم تكن بالطريقه اللازمه من وائل بن عمر. وائل بن عمر يسدد لكنها بعيده كل البعد، ليست بالطريقه اللازمه، ليس بكل التركيز الكافي. وهنا الكرة في التماس، التماس لفريق
النهدة يبحث عن هدف الخلاص في عرض الكرة لبندريس، بندريس إلى أيمن، أيمن جميلة لكن الكرة سهلة، بردا وسلاما على حارسي الوفد، ما زالت الكرة أيمن، أيمن يمر، أيمن يسدد، خطيرة تسديدة قوية لكن جيسي عباس رقم 12 يتدخل ويبعد الكرة للركنية، مسألة أيمن، إدريس، بندريس، بندريس يلعب كرة جميلة لكن أسامة مرعون اللاعب الكبير الذي صراحة هو رجل المقابلة، ممكن أقول هو رجل المقابلة الذي صراحة قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة في المستوى، قدم مباراة مثيرة وشيقة للغاية، مسألة الكرة سليمان الشلولي يخرج الحارس الكبير، عادت الكرة ولكن من كرتا مازال بندريس فقط ولديه عباس السقوط على ارضية الملعب لكن المطالبة باللعب ويلعب كرة خطيرة يا حذر تسرعت قليلا يا وائل تسرعت قليلا يا وائل بن عمار في هذه الكرة سلامات سلامات لي داود معيس اللاعب الكبير تلعب الكرة لداود داود معيس يلعب كرة لأول بندريس تلعب الكرة لي أيمن أيمن براوة خطيرة كم ضيعت يا وائل كم ضيعت يا وائل صراحة التفكير كان جيد لكنك ضيعت الكثير من الفرص ضيعت أهداف التعادل ضيعت أهداف التعديل ولكن المباراة ما زالت في البداية لم تنتهي بعد كرة خطيرة جميلة جدا فرصة رائعة تدخل جيد الدفاع وتماس لفريق الشباب ما زالوا يبحثون عن هدف التعادل أيمن يلعب كرة أو أي هذا بالعمر بندريس يلعب كرة إلى وائل 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 جميلة إلى أيمن أيمن يوصل الساحرة إلى بندريس هذا حذري حذري من الكرة بالتسديدة القوية والحكم مشاهدينا الكرام يعلن عن خطأ هناك شدال صراع وهنا التسديدة من داوود التسديدة كانت قوية لكن الدفاع يتدخل بعد الكرة مسيرة الكرة مسيرة الصراع اشتعلت المباراة الحكم مشاهدينا الكرام يعلن عن خطأ لداوود معيس تلعب كرة بن عمر كرة جميلة أيمن بندريس تلعب كرة حذري من هذه الكرة السريعة ممكن تأتي بالنتيجة بندريس يلعب كرة يا سلام ديوان بن عمر يجيب الكرة يا سلام حذري كرة خطيرة ممكن جول 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 سلام يا سلام على الحارس يتدخل بكرة رائعة نزلت أيمن أيمن تسديدة جول ممكن شوفوا شوفوا الكرة يا سلام كرة رائعة بطريقة غريبة وعجيبة كادر ياتي بهدف التعادل ممتاز كل ممتاز ممتاز للاعب الحارس الكبير امامكم بالسرعة نوفل درجولا تسدد ياكل الكثير من الكرات امامكم بالسرعة ايمن بندريس صاحب التسديدات القوية كرة رائعة خطيرة يا سلام على التسديدة القوية من جانب أيمن مرابط أيمن مرابط صاحب التسديدات القوية اليسرى الساحرة لا يستسلمون نزلت الكرة لكن بارتا وسلاما لحارس المرمى نوفل دوندول يقدم مباراة كبيرة خروج سليمان جنوني المطالبة بالخطأ لكن ما فيها شيء تلعب كرة جميلة خطيرة وصلت تيمان لويس سليمان يلعب كرة لكن تدخل لأيمن أيمن يلعب كرة يا سلام وصلت بندريس بندريس بدريس ولكن الحارس يتدخل مرة أخرى ركنية خطيرة غريبة عجيبة كرة مجنونة كرة مسحورة كرة لم تتوقف منذ البداية وكيف ستكون النهاية كرة في الركنية تلعب كرة لأيمن أمام بدريس ولكن التغطية الدفاعية موجودة الكرة في التماس للفريق الأزرق تلعب كرة لأسامة فارون فارون يلعب كرة جميلة لكن بدريس يتدخل جميلة هذا بركاني البركاني سيرفع لكن الدفاع تدخل شوف كيف يجيب كرتو وين بن عمر يتحصل على الخطا بدون زرع كره سريعه خطيره بركاني بركاني سددت لكن ليس بهذه التسديدات ليس بهذه التسديدات يا سيف بركاني ليس بهذه التسديدات تسديده كانت ساحقه لكن تدخل الحارس الكبير
نرفض الكرة على في قدم مباراة كبيرة عارف وين ويلعب كرة يقترب بالكامل لكن أسامة يتقدم خطيرة جميلة لمن لبلال بلال يمر خطيرة وفي جول 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 مروعة جدا بطريقة غريبة غريبة مش ممكن دعت هذه الكرة على طريق بطريقة غريبة بطريقة خيالية ونزلت الكرة شوف الإثارة كرة من هنا لهنا كرة في شباك اليمنى كرة في شباك اليسرى كرة في شباك نفل كرة في شباك سليمان يا سلام على الإثارة والمتعة مشاهدينا الكرام استمتعنا وأمتع هؤلاء الصغار هؤلاء إبراهيم مسألة الكرة أيمن يلعب كرة يا سلام لمسة واضحة لكن الحامل المحكم يكتفي بالتماس هناك كابتن رئيس الفريق خير الشفاء تلعب الكرة بسرعة دخول اللعبة 13 زيد ولد العامية تلعب الكرة للبركاني بركاني للقاطع داوود داوود يلعب كرة مع بركاني بركاني لداوود المطالب بوساندا يدخل يا سلام إلى القاطع أيا بوساندا بين غابه من الرجل يلعب كره غريبه مع شباب الكره حتى دخل من جانب كره قويه كابيتان هنا خطا الحكم مشاهدينا الكرام يرفع في وجه بلال الدرقاوي كرت اصفر واذا اصفرت احمرت وهذا ما هو منشوط في هذه الكره نعم اصفرت واحمرت في لحظة واحدة وتنصر موجع وللتسديد التسديد على القولي ويخرج ورقة حمراء انذار ثاني وهنا يتردد الاخطاء وخطة الدفاع لك هذا ارتفاع الكتائب خطا دفاعي رهيب وخروج غير موفق للحارس سليمان الجلولة بخطا فادح بخطا دفاعي فادح هكذا يستقل الفرصة ويتمكن من تسجيل الهدف الرابع 4-2 اصبح الفارق هذا فادح بهدف او بلعب ناقص بلعب مطروح يتمكنون من اداوة الهدف الرابع الخطا موجود هنا الصافرة من جانب رفيق العافية تلعب بسرعة الوقت على الكيكي ولا زال ودي تسديدة يا سلام يا سلام حارس بطريقة غريبة يا سلام عليك يا رب بطريقة غريبة يتصدى لكثير من الكرات نار نار بين الكبار بين الأبطال بين النهضة والشباب شوف الكرة شوف كيف تصدى لهذه الكرة الغريبة ممتاز يا نوفل ممتاز يد الجول ما زالت الكرة لفريق الشباب من أجل التقليص تلعب الكرة لكابيتان ينطلق جميلة يا سلام رائعة خطيرة لكنها سهلة لسليمان الجمهوري تلعب الكرة داوود معيس داوود معيس هذه هجمة خطيرة ممكن أن أدفع ممكن يأتي بنتيجة خطيرة حذرية لكن بهذه التسديدة وهكذا مشاهدينا الكرام الحكم رفيق العافية يعلن عن نهاية المباراة وبالتالي يوزق هذا الحضور الكبير هكذا النهاية إلى النهاية فقد فاز فريق بعد الفريق على فريق الشباب شكرا وايضا رئيس وقطاعة بني مكدة ورئيس وقطاعة رقم 20 ورئيس الدائرة رقم 20 وايضا اعضاء والرؤساء الحاضرين وكل اباء واولياء التلاميذ هكذا مشاهدينا الكرام اقول لكم اغلى تحية كان معكم المعان والى اللقاء بمناسبة رمضان الأبرك نقمت جمعية شباب في الشفاء للرياضة والتنمية دوري رمضاني المرة السادسة على التوالي بحضور شخصيات بارزة في المجال الرياضي وبأخص بالذكر
كاتب عن العصبة ديال عصبة الشمال عبد النبي فرزي وكذلك عدة شخصيات اللي كتمثل كرة القدم الطنجاوية. شكرا على الحضور اولا، وكذلك ما ننساش الشكر رئيس مقاطعة بني مكدة السيد رئيس محمد خيي وكذلك نائب ديالو سي عزيز الصمدي ما نساوهش حتى هو كذلك، وكذلك رئيس الدائرة ديال مقاطعة زياد برشيفة وكذلك السلطة الحلمانية والدائرة الأولى من رقم 20. والآن مع توزيع الجوائز، الجائزة الأولى هي جائزة الحكام يقدمها السيد نبيل الرسولي، فليتقدم مشكورا إلى الحاكم رفيق، فليتقدم مشكورا. رفيق من خيرة الحكام ومؤطرين بعدة جمعيات. فائزة أحسن لاعب ناشئ للاعب عثمان ميمون يقدمها السيد أحمد أشيبان، فليتقدم مشكورا السيد أحمد أشيبان. لاعب عثمان ميمون من لاعبي الناشئين بجمعية شباب برشيفة، واللاعب الصاعد يقدم السيد قال عبد الرشيد، فليتقدم مشكورا. لاعب عدنان سعود من خيرة الحراس الذي قدم على كفاءة عدنان الثوري طيلة رمضان، يقدمها السيد ولد نعيمية أحمد، فليتقدم مشكورا. كذلك محمد سلمون من لاعبي الناشئين الذين أبانوا عن كفاءة عالية خلال الدوري وتهو من شام جمعية شباب برشيفة. لحظة برشيفة يقدمها السيد سعيد بن شوشة. الجائزة تقدم مشكورة. نشوف هاد القوم بكاليتي ديالهم. مشروعهم هذا ضروري. انا غادي نعمل في الجمعيه ديالي. السيد احمد العافيه هو مراقب احمد السجن خيرات الذين قد اللاعب في فئه البراعم، هو اللاعب اشرف شاكر يقدمها له السيد عبد العزيز بن عمر، ان يتقدم مشكورا. السيد عزيز بن عمر تقدم مشكورا. أخسر من طرف اللجنة لاعب ناشئ محمد الحميدي يخطب السيد محمد شفيق المرحومي، اللاعب محمد الحميدي من حراس الواعدين برشيفة وهو لاعب ضمن شباب برشيفة. الناس يا اخوتي سانسور والناس حارس في العالم ايوب الرضا يقدمها السيد شفيق سعيد.
سي سيد سعيد شرقي يتقدم مشكورة. طب عندو التليفون كيدخل. والان مع جائزه التي الجمعيه التي احتلت المرتبه التاليه في فئه براعم حسنيه طنجه يقدمها السيد تهمومي عبد اللطيف ليتقدم مشكورا. واخا السيد تهمومي عريس الان مع محمد امقر تقدم مشكورا. السيد محمد امقر يقدم جائزه أتي بنيت أنا نوردي شبرلو بنيت أنا نوردي أنا نوردي. أولى لفئة براعم عادت لجمعية شباب بالشفاء للرياضة والتنمية يقدمها السيد عبد المجيد بورزين كاتب العام لعصبة الشباب فليتقدم مشكورا السيد عبد المجيد. هيا اللاعب عبد الحميد معلي لاعب ناشئ لاعب فريق جمعية شباب الشفاء وكذلك لاعب وداد طنجة الذي لفئة الصغار هو اللاعب بلال القرقاوي يقدمها له السيد محمد حراري فليتقدم مشكورا السي محمد. محمد حراري الحرابي عفوا الحرابي وهو عطانا سميه غلطه ما عندنا ما نديروش شكرا عفوا صح او قاسم وحدي. والان مع جائزه بعد مرمطه خلي عادت للحارس الواعد من جمعيه شباب الشفاء وهو نوفل ترقون يقدمها له السيد مراد السقان هل يتقدم مشكورا؟ أطوان عليك أحسن لاعب فئات الصغار عادت للاعب الذي سجل هدف الفوز لفريق وداد طنجة في المقابل النهائي المغرب التطواني اللاعب ناشئ داوود معيز هل يتقدم مشكورا السيد داوود؟ ويقدمها له السيد عبد المجيد القيدي هل يتقدم مشكورا السيد عبد المجيد؟ داود معيز من اللاعبين البارزين فوز فريق البدل والان مع جائزة احسن هداف في فئة الصغار عادت للاعب ايمن المرابط يقدم لها السيد عبد الباري الشفراوي فليتقدم مشكورا السيد عبد الباري لاعب ايمن المرابط كذلك هو لاعب شباب جمعية شباب الشفاء للرياضة والتنمية كذلك وهو لاعب فريق وداد طنجة والان مع الجائزه الثالثه لفئه الصغار عادت من نصيب جمعيه اولمبيك حي المرس يقدم لها السيد ادريس بن سليمان فليتقدم مشكورا. ادريس بن سليمان نعتذر عن عدم حضور رئيس الجمعية عادت لشباب برشيفة يقدمها له السيد نور الدين ميساوي وليتقدم كابيتان فريق شباب برشيفة اللاعب بلال الدرقاوي دوري رمضان الكريم المنظم كذلك من طرف جمعية شباب الشفاء للرياضة والتنمية فليتقدم كابتن الفريق ويقدم له السيد عزيز السمادي نائب رئيس مقاطعة بني مكان. كنشكروا في الختام كنشكروا جميع الحضور
من جمهور ولا مسيرين ولا لاعبين ولا أولياء.